إنه الطرف الآخر بيأثر ناحية واجباته. إحنا بنبقى الرجالة والستات في نفس الوقت. يرجع يقولوا الله الستات استرجلت ليه، لأنه للأسف الرجالة خابت. فهي دي المشكلة. إحنا كستات لما بنلاقي الطرف التاني بيأثر ناحية واجباته، إحنا بنبقى الستات والرجالة في نفس الوقت، وهي دي المشكلة. وبعدين يجوا يقولوا الستات استرجلت ليه، لأن للأسف الرجالة خابت، وهي دي المشكلة، وما عادش في رجالة. بالتصريح ده الفنانة رانيا يوسف قلبت السوشيال ميديا. فاللي حصل يا سيدي ان رانيا كانت في لقاء تلفزيوني وبيقولوا لها قال ايه رأيك يا فنانة في الرجالة؟ ترد رانيا وكأنها عايزة تقول الرجالة دول ماتوا في الحرب، انما رجالة ايه دلوقتي؟ الرجالة خابت خلاص، وعشان كده الستات استرجلت. وبيجوا يسألوا في الاخر هي الستات استرجلت ليه؟ استرجلت يا اخويا عشان الرجالة اللي خابت. وبدل ما الراجل يشيل المسؤولية عن الست يبقى عبء عليها كمان وبيعتمد عليها، والآية اتقلبت خلاص. وقالت رانيا يوسف انها سعيدة بالتغيير اللي حصل في قانون الأحوال الشخصية، وبالأخص بعد مسلسل تحت الوصاية، وأشادت بالخطوات المهمة اللي في مصلحة المرأة، وإنه لازم يحصل بشكل مستمر تغيير في قانون الأحوال الشخصية. ورانيا قالت كمان إنها مش راضية عن حال المرأة في المجتمعات العربية والشرقية اللي بتقهر الستات وبتحرمهم من حقوقهم لدرجة صدور أحكام ضدهم وبتكون ظلمة. ورانيا عمالة تضرب ولا تبالي أحد، وقالت كمان وماله لما تكون العصمة في إيد الست، وخاصة في الجوازة التانية للست. وطبعا رانيا ما قالتش كده من فراغ، ده بسبب العقد اللي عندها بسبب جوازتها الفاشلة بعد 3 جوازات، ولازم كمان يحصل مساواة بين الراجل والست في كل حاجة، وخاصة قانون الأحوال الشخصية. وعن علاقتها بطريقها المنتج محمد مختار قالت إن مفيش أي تطورات، وإن لحد دلوقتي الدنيا واقفة زي ما هي وما تحسنش، وفي تأثير في الوقت والفلوس ومش ملتزم. الرجالة اللي زيه وبيشوفوا أي ست قوية زيي ومستقلة وأقدر أتحمل بيرموا الحمل عليا. إحنا كستات لما بنلاقي الطرف التاني بيأثر ناحية واجباته، إحنا بنبقى الستات والرجالة في نفس الوقت، وهي دي المشكلة. وبعدين يقولوا الستات استرجلت ليه، لأن للأسف الرجالة خابت، وهي دي المشكلة. ومش بس كده، دي قالت المجتمع لما بيشوف شخصية المرأة قوية ومستقلة وبتقدر ان هي تتحمل لوحدها المسؤولية كاملة بيتمادى بشكل كبير في انه يرمي المسؤولية عليها. الراجل يبان حلو من برة، لكن في المسؤوليات مختلف خالص، والراجل بيخاف انك تكوني انجح منه وعايزك تكوني تحت رحمته دايما ومحتاجة له ماديا. وما اكتفتش رانيا لحد كده، ده قالت ان الست اللي بتطلق زيي بتبقى حياتها خربانة، لكن الصور اللي بتشوفوها دي مجرد خدعة وبنعدي بها الايام الصعبة. وفاجأت رانيا الجمهور بتصريحاتها الجريئة، وقالت بفضل ظل الحيطة على ظل الراجل، ولا عمري اتجوز راجل عايز يعيش السيد. ودي مش اول مرة تصير فيها الفنانة رانيا يوسف الجدل، فصرحت قبل كده انها بتخاف من الحسد لان الناس شغلة دماغها بيها وبلبسها مش فنها واعمالها، وقالت ان لازم الانسان يهتم بلبسه وشكله عشان احنا قدوة للستات وللبنات، ده انا بتعلم من البنات ومن ستايلاتهم الجديدة. وعلى فكرة انا يعتبر الفنانة الوحيدة اللي بتلبس اقل الماركات، لكن طبعا بشتغل على جسمي اهم حاجة، ولو مش عاجبك لبسي ولا كلامي ما تتابعنيش، انا ست مستقلة وما بقاش في رجالة زي زمان.